ترأست سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب الاجتماع الثاني للجنة تمكين الشباب بالقطاعين العام والخاص بحضور أعضاء اللجنة. وفي بداية الاجتماع أعربت سعادة وزيرة شؤون الشباب عن تقديرها للجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة في سبيل تحقيق رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الخاصة باللجنة، والوصول إلى تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها والرمي إلى تسليط الضوء على مبادرات تمكين الشباب وتنمية وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، والعمل على إدماج احتياجات الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية في القطاعين العام والخاص، فضلا عن بحث فرص التدريب والابتعاث والترقي الوظيفي للشباب بما يتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات الشباب والاستماع إلى أفكارهم وإشراكهم في عمليات التطوير المستمر في القطاعين. ثم ناقش المجتمعون النقاط المدرجة على جدول الأعمال. أول شيء إحنا دائما فخورين بأعضاء لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، لأن هم جدا جل اهتمامهم الشباب البحريني وتمكينهم في جهات عملهم. فإحنا الحمد لله هذه ثاني اجتماع للجنة تمكين الشباب وأول اجتماع في هذه السنة، وكان اجتماع مثمر جدا، تكلمنا فيه عن مبادرات وقرارات كانت من مخرجات اللجنة، وهي مبادرة الشاب الاستثنائي والاحتفال به في يوم الشباب البحريني، وتصور الاعتماد داعم للشباب للجهات الداعمة للشباب. فإن شاء الله يعني راح الشباب البحريني دائما يكونون ممكنين وملهمين في جهات عملهم من خلال تمكينهم والاستماع لآرائهم. كانت لنا فرصة خلال الاجتماع مع اللجنة ان احنا نساهم بالمعطيات هيئة لامع ووجهة نظرها وتطلعاتها إلى الشباب البحريني، ومشاركة الأفكار اللي كانت نتيجة إلى العصف الذهني مع أعضاء الهيئة في هذا الاجتماع اللي كان من خلال لجنة تمكين الشباب. طبعا اليوم احنا لنا تطلعات كبيرة في اللجنة لتمكين الشباب، احنا واثقين في شبابنا البحريني، وهذه اللجنة اليوم راح تسن قوانين في مصلحة الشباب وتغييرات جذرية ايضا، ونشكر القائمين واللجنة كلها على هذه الفرصة.